تفرق الأحزاب. أحصاهم عددا وهم عدد الحصى، وأبعدهم وهم الرمال حسابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وملاذكم إن صرف دهر أم كنت في أحكامه مرتابا. أم لم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا. أحسابكم إن كنتم أعرابا، فغدوا حيارى يا لا يرون لوعظه، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جواب. وحسينا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذاب. صار النب الوزان يترادف على حسين، وحسين لخدور الودا يعشى بحل عين، محتار في حال الودايع يضرب أفكار، وعسكر بني أمية عليها أربع فرق صار يرمون بسهام ونبل ورماح وحجار مثل المطر بالحراب تترادف على حسين. نبلة على نبلة وحربة فوق حربة، وطعنة على طعنة وضربة فوق ضربة، وانهدت أركانة بسهم الصاب قلبة، وضليت فكر بو علي ينشلع من وين، لا من أمام قدر يتمكن يشيله ولا من الجنبين شال ابن البتولة. وحسين في نزع السهم أعيته الحيلة، ما شاله إلا من الظهر.
ساخت الأرض بأهلها. الروايات التي تقول لولا الحجة والتي تقول لولا الإمام تصبان في مصب واحد، حيث أن الإمام هو حجة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة، لولاه لساخت الأرض بأهلها.
من بعده هناك حجة وإن لم يكن رسول هو إمام، ولولاه لساخت الأرض بأهلها. ولدينا في الروايات الشريفة تعبير عن هلاك الإنسان، وأنه والأرض لولا وجود الحجة، لكن بتعابير مختلفة، منها هذه الكلمة التي افتتحنا بها التعبير فيها لساخت الأرض بأهلها. ساخت ما معناها؟ يعني لن خسفت بأهلها، فذاك يعني هلاكهم. وأيضا قد تجد تعبير آخر مثل إن النجوم أمان لأهل السماء، وإن أمان لأهل الأرض، ولولا وجودهم عليهم السلام شنو الذي يحصل؟ يقول لاضطربتم اضطراب السفينة بين أمواج البحر. هذا أيضا تعبير، اضطراب الخلق كاضطراب السفينة بين أمواج البحر، تعبير عن هلاكهم. فوجود الإمام عليه السلام بركة، وجوده أمان، وجود الإمام أمان للخلق وللأرض ومن فيها. ولهذا الشيء نشوفه وهو من مقام الإمام، ويا له من مقام، أن الإمام بركة وخير وأمان حتى على من لا يعتقد بإمامته. الإمام بركة على من يعتقد بإمامته، أيضا على من لا يعتقد بإمامته. ولذلك الإمام الحسين عليه السلام من قاتله ومن اعتدى عليه الإمام عليه السلام أنعم عليه. شلون هذا أمر عجيب، أن الإمام عليه السلام هناك من يؤذيه ويقاتله، هو الإمام عليه السلام أنعم عليه، تفضل عليه، وجود الإمام أمان له. وهذا بتقريبه فقط نقول مثل إنسان كريم، واحد كريم يطعم أعداءه من خبزه، يطعم أعداءه من طعامه. هكذا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أهل الكرم، حتى أعداؤهم نالوا من بركاتهم وأمانهم. ولولا وجود الإمام علي بن الحسين زين العابدين بعد أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه لساخت الأرض بأهلها، لما بقي أحد في هذه الأرض أبدا. لكن وجود الإمام زين العابدين كان أمانا لهم، هذا بعد كان أمانا لهم، مع أنهم الكل نالوا من بركته، مع أن منهم من كان يؤذي الإمام علي بن الحسين ويؤذي الإمام الحسين، الذين استعدوا لقتال الإمام ليلة عاشوراء. لقد استعدوا ليلة عاشوراء لقتاله، وهو عليه السلام كان في ليلة عاشوراء مع أصحابه في عبادة بين قائم وقاعد وراكع وساجد، كان لهم دوي كدوي النحل حتى أصبح الصباح، فأرادوا أن يصلوا وإذا الإمام الحسين يطلب الماء فلا يجده. قال أصحابي تيمموا، فتيمم الإمام وأصحابه. بعد وإذا بطبول الحرب تقرع، وإذا بهم قد استعدوا لقتال الإمام الحسين. نظر الإمام إلى جيش ابن سعد وكثرته، نظر إلى أصحابه وقلتهم، فدعا صلوات الله وسلامه عليه
ونحن ندعو بدعائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله وصل اللهم على النبي وآله. اللهم أنت ثقتي في كل كار ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويشمت فيه العدو ويخذل فيه الصديق. أنزلته بك وشكرته إليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة. اللهم بالإمام الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، ثبتنا على ولايته والبراءة من أعدائهم، وارزقنا زيارتهم عاجلة وشفاعتهم في الآخرة. فرج عن كل مكروب، نفس عن كل مهموم، اشف كل مريض، ارحم الموتى يا رب العالمين. من المؤمنين والمؤمنات، واجعلنا من الباكين على الحسين. عظم الله أجوركم. وطلب الإمام عليه السلام من أعدائه الإنصات فلم ينصته، ثم طلب منهم فقال لهم عمر بن سعد: ويلكم كلموه فإنه ابن أبيه، لو جلس فيكم يوما لما انقطع ولما حصر. فأنصتوا للإمام، قال: أيها الناس، اسمعوا قولي حتى أعظكم وحتى أعتذر إليكم من مقدمي إن كنتم لمقدمي كارهين. فسمعوا كلامه، حمد الله وأثنى عليه، ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسمع مثله قبله ولا بعده متكلما في فصاحته وبلاغته وحمده وثنائه على الله تعالى. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرت، والشقي من فتنت، وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه وأعرض بوجهه الكريم عنكم. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول، ثم إنكم زحفتم على عترته تريدون قتله. لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله. وقال عليه السلام: لقد ملئت بطونكم من الحرام. وسار صوته، سار بالأثير إلى النساء، فسمعنا صوت الإمام عليه السلام يخطب في القوم، فبكت النساء ونادينا وحسنا. قال عليه السلام لولده علي الأكبر ولأخيه أبي الفضل العباس: أسكتاهن، فلعمري ليكثرن بكاؤهن. ثم عاد عليه السلام إلى خطابه قائلا: أولست أنا ابن بنت نبيكم؟
منهم وابن أول المؤمنين بالله ورسول والمصدقين برسوله. أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتم قولي وهو الحق فوالله ما تعمدت الكذب حاشاك سيدي، فوالله ما تعمدت الكذب منذ أن علمت أن الله يمقت أهله ويضر به ويضر به من اختلقه. وإن لم تصدقوا قولي سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وسهل بن سعد الساعدي، يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة لي ولأخي الحسن. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ فقال شمر هو يعبد الله على حرف لا يدري ما يقول الحسين. فقال حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار عليه السلام أشهد أنك تعبد الله على 70 حرف وأنك صادق لا تدري ما يقول الحسين، لقد طبع الله على قلبك. ثم عاد الإمام عليه السلام إلى خطابه يخاطب رؤساء القوم: يا حجار بن أبجر ويا شبث بن ربعي ويا قيس بن الأشعث، ألم تكتبوا لي قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجندة؟ فقالوا لم نفعل. قال سبحان الله، بلى والله لقد فعلتم، والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. قال له قيس بن الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال عليه السلام: أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك أبنه هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ ثم تمثل بأبيات فروة بن مسيك المرادي: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نغلب وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا. ولم تنفع تلك العظات ولم تنفع تلك المواعظ إلا في نفر قليل، مثل الحر بن يزيد الرياحي إذ جاء تائبا عند الإمام عليه السلام وقبلت توبته. وأما البقية فقد شهروا السيوف ورفعوا الرماح لقتال الإمام وحسينا. ولقد خطب فيهم وخطب فيهم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه.
وقد رماه ومن رأى أول من رماه عمر بن سعد قائلا اشهدوا لي عند الأمير فأنا أول من رمى الحسين بسهم فتوالت السهام حتى نادت النساء حسين إلى أن جاء وقت صلاة الظهر عند الزوال قال أبو ثمامة الصائد أبا عبد الله ولا نصلي لربنا فقال له نظر إلى السماء إنه أول وقتها ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين اللهم بالإمام الحسين اجعلنا منهم يا الله قال يا ابن سعد نسيت شرائع الإسلام دعنا نصلي لربنا قال الحسين بن نمير صل يا حسين إن صلاتك لا تقبل قال حبيب بن مظاهر شيخ الأنصار عليه السلام أصلاة ابن رسول الله لا تقبل وصلاتك تقبل يا حمار ثم توجه للإمام الحسين عليه السلام قائلا دعني أتم صلاتي مع جدك رسول الله صلى الله عليه وآله انتهى الإمام من صلاته قال أصحابي هذه رسل القوم إليكم وظلم النهار وارتفع الغبار ومن جلى إلا والإمام الحسين وحيد وحسينا ليس عنده أحد من أهله ولا من أصحابه وقف عليهم رآهم مقطعين مضرجين بالدماء قال بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا ثم إنه جاء إلى الإمام زين العابدين رآه في الخيمة عليل مريض جاء إليه وإذا هو يوصي بوصايا ومما كان في وصيته يقول الإمام عليه السلام أوصاني أبي بما أوصاه أبوه أمير المؤمنين عند احتضاره إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله ووقف الإمام عليه السلام بين أصحابه الصرعى ينادي أمام الناصر أمام المغيث ناداه الإمام زين العابدين ناداه الجميع أبا عبد الله لبيك جمع النساء في خيمة أوصاهن بوصايا وقال لهن هذا إمام أطعنه فيما يأمركن وقال لهن اعلموا أن الله حاميكن وحافظكن وسينجيكن من كيد الأعداء وحسينا
ثم إنه قال علي بطفلي الرضيع. أخذ طفله وقد كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله وقد أنهكه العطش، جاء بطفله الرضيع إلى الأعداء قائلا: هذا طفل صغير لا يضركم إن سقيتموه ماء، وإن قتلتموه طولبتم بدمه، إن كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل الصغير؟ فاختلف القوم بين قائل: اسقوه الماء لا يضركم، وبين قائل: لا تدعوا من أهل هذا البيت صغيرا ولا كبيرا. قال ابن سعد: أينك يا حرملة؟ اقطع نزاع القوم. ايش اسوي؟ اجيب له ماي؟ قال: اما ترى عنقه كانه ابريق فضه، سدد اليه سهمه. اين طفلك يا حسين؟ واذا بالسهم جاء اليه فذبحه من الوريد الى الوريد. وحسينا أخذ الإمام الدماء رمى بها إلى السماء، فلم تسقط ولا قطرة واحدة. وقال عليه السلام: هون ما نزل بي أنه بعين الله، اللهم لا يكون أهون عندك من فصيل ناقة صالح وحسينا. وعاد به إلى الخيام، فكيف حال أمة تنادي وولدا وحسينا؟ يا ابني يا عبد الله يا غالي يا غالي ويا هيبتي وعز ودلالي دلالي، أنا ما حسبت لن الليالي أهز بالمهد والمهد خالي. وحسينا عظم الله أجوركم. وإذا بالإمام ينادي بأصحابه: زهير، قريب، حبيبي، حبيب، أخي عباس. جاءت إلي أخته الحوراء زينب: أخي قطعتني عط قلبي، ما لي أراك تناديهم وهم صرعى. قال لها: أريد من يقدم لي جواد منيتي. جاءت بالجواد وهي تقول: أخي أرأيت أختنا أقسى مني قلبا، ابن والدها عازم على لقاء الموت، على لقاء الأعداء، وتقدم له جواد منيته. فقال لها: أرأيت أخا مثلي قتل أهل بيته وأصحابه وبقي وحيدا وحسينا؟ وإذا بها جاءت إليه قالت له: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها عليه السلام، فقبلته وشمت وتوجهت لأمها الزهراء تنادي: السلام عليك يا أمه، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. وما تلك الأمانة والوصية؟ قالت: اعلم يا أخي، لما حضرت أمنا فاطمة الوفاة قبلتني وشمتني وأوصتني بذلك. شنو سر هالوصية؟ أما موضع النحر فموضع سيف شمر،
وأما موضع الصدر فموضع حوافر الأعوجية وحصين. وإذا بالإمام يودعها وحسينا، أنت أمي وأنت بويا وأنت أهلي وعائلتي، أحضنيني بقوة يا أختي حان موعد ذبحتي. قعدي يقبال يا زينب، قعدي يقبال يا مهجة فاطمة وضنوة علي. خلي عيوني يا زينب من عيونك تمتلي، بذكر أيام الطفولة وياك يا زينة هلي. قبل ما يوصل سهام ليا ويمرد جبدتي، تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة يا زهراء. تذكرين أمنا يا زينب والضلوع مكسرة، أو تذكري ضربة المحراب وش سوت بهامة حيدرة، وجبد الحسن كيف بطشت متنثرة. اليوم قدامك بظل السيف يذبح رقبتي. وحسين وأعظم مصيبة يا زينب من هزايل مدمعي، ما هي من ذبح أخوتي وأولادي ولا من مصرعي، ما هي من ذبحة أولادي وأخوتي ومو من مصرعي. ما أنا متصور يا زينب تدخلين على دعي. وحسين أزر على النساء الخيمة فتكسرت أعمدتها، أعاد الإمام إصلاحها وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم أقبل يودعهم. ودعوني أهل بيتي الوداع، ودعوني أهل بيتي الوداع، ودعوني أهل بيتي الوداع، يوم عاشر يذبحوني. ودعوني أهل بيتي الوداع، يوم عاشر يذبحوني. ودعوني أهل بيتي الوداع، يوم عاشر يذبحوني الوداع. وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا، وين شايل يا ولينا وين شايل يا ولينا ظلمة الدنيا علينا. وحسينا ذهب الإمام إلى قتال الأعداء حتى كشفهم عن المشرعة، وصل إلى الماء غرف غرفة، جاء إليه سهم من الأعداء وحسين، وقال له قائل منهم أتلتذ بالماء وقد هتكت عيالك؟ ترك الإمام شرب الماء، راح الغيور إلى النساء، رأى الخيام سالما، علم أنها مكيدة من الأعداء، فغضب عليهم وحسين وأصبح يقاتلهم، وكانوا ينثالون من بين يديه انثيال المعزى إذا هجم بها الذئب، يقول من رآه لم ير مثله في القتال، حتى أحجم الفرسان عن قتاله وعجز الشجعان عن حربه. فقال قائلهم وكلما برز إليهم الإمام أحدهم، وكلما برز أحدهم إلى الإمام بعجه بسيفه. فقال قائلهم أتدرون من تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتال العرب، افترقوا عليه. فافترقوا على الإمام وحسينا ودار العسكر.
حسين يا دار العسكر على حسين ناس بالحجارة وناس بس دار عليه شبه الليث نمخي بياض العين بصبيها يتدور يا الله ولا زال يقاتلهم يا رسول الله يا أمير المؤمنين يا زهراء يا أبا محمد يا الله وإذا بحجر أبي الحطوف أصاب جبين النبوة والإمامة وحسين وإماما فأراد الإمام أن يمسح ذلك الدم عن جبينه رفع يده الميمونة المباركة ليمسح جبينه فبان بياض قلبه وحسينا وإذا بحرملة سدد سهما له ثلاث شعب يا شيعة فتوسط صدر الحسين وحسينا أراد الإمام أن ينتزعه من الأمام ما تمكن من الخلف ما تمكن فمن تزعه إلا من خلفه وإذا الدماء كالميزاب وحسين لا زال إمامكم يتمايل إلى أن هوى على الأرض وحسينا صنع له وسادة من التراب جلس على الأرض وخده تصهره الشمس وحسين وأقبل يخضب شيبته بدمه وهو يقول بسم الله وبالله وفي سبيل الله هكذا ألقى جدي رسول الله وأنا مخطب بدمي وبينما هو كذلك وإذا الأرض ترجف والسماء تهتز جاءت السيدة زينب يا ابن أخي يا علي يا ابن الحسين أرى الأرض ترجف السماء تهتز قال ارفعي لي طلب الخيمة عما هذا شمر صعد على صدر أبي الحسين وبعد ذلك عادت تقول له أرى الأرض ترجف السماء تهتز قال لها عما عظم الله لك الأجر لقد ذبح الحسين وحسينا وقتيلا وشهيدا أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين أنا لا أنسى الحسين وهو دام فاحصا بالقدم وهو متلول الجبين وحسينا وحسين وحسين وحسينا وحسين وحسين أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين فاحصا بالقدمين وهو متلول الجبين وحسينا وحسين أنا لا أنسى الصفوف أنا لا أنسى الطفوف وبني حرب ألوف بابن طه محدقين وحسينا وحسينا وحسين وحسين أنا لا أنسى الطفوف وبني حرب ألوف بابن طه محدقين بابن طه محدقين أنا لا أنسى الحسين وحسينا وتجلت كالصباح أوجه البيض الصباح وتنادوا للكفاح وتنادوا مصبحين وحسينا 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 وحسين فدعا فدعا فدعاهم معلنا يا لحرب اللعنة انسبوني من أنا إن تكونوا مسلمين وحسين 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 وحسين
فدعا 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 فدعاهم معلنا يا لحرب اللعنة انصبوني من أنا إن تكونوا مسلمين. فدعوا يا ابن الرسول فدعوا 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 يا ابن الرسول أحمد وابن البتول لا نرى إلا القبول بيزيد واليمين. فأبى 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 وهو الأبي شأن جد وأبي وسطى في المقرب هكذا ليث العرين وحسينا وحسين 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 وشهيدا وقتيلا وغريبا وحسين. فدعا فدعوا فدعوا يا ابن الرسول أحمد وابن البتول لا نرى إلا القبول بيزيد واليمين. فأبى وهو الأبي شأن جد وأبي وسطى في المقلب هكذا ليث العرين وحسينا أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجين فاحصا بالقدمين وهو مدلول الجبين. لست أنسى زينبا لست أنسى زينبا وهي في ظل السبا أبرزت بعد الخبا لعيون الناظرين. وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا تشم حسين وتقلب لجرحا لجرحا ولن الشمر يوكزها برمحا. قومي لو أذبحك فوق ذبحا وخليها ليوم الحشر تذكر. يا خايب خل أخوي حسين ساعة أغمضن ومدل الموت باع مه شمامة الحلوة طباعة دخل براح روح حسين تظهر. دفع زينب وسل الصوت بيده وقطع راسه وغدت ظلمه ورعيده وحسينه. ولا اختي تنادي وحسين انا سمعت يوين وتقربت لي تقربت لي شفت الولي متوسد يده. شو يقول لها خيال كل جرح بعضاي عوفيه بس جرح بقلبي عنك عليه. حسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب. والفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد الله وديك. أنصار يزيد عشاق من النواصب. ماكو إنسان يحترم إسلامه ينصر
احمد بن حنبل يلعن ولا ابنه ليش يسأل؟ لان النواصب يستهجنون لعنه ولا زالوا الى يوم الناس. لا تلعن يزيد ليش؟ قال لانه لم يامر من الامر. هذا عبيد الله بن زياد حجي يشتغل في شركة الكهرباء عبيد الله بن من اللي أمر عبيد الله بن زياد؟ من الذي أرسله إلى الكوفة وأعطاه الصلاحيات المفتوحة هناك؟ منو؟ يزيد. من الذي أرسل أن تجلب بنات رسول الله سبايا إلى الشام؟ لم راضي ولا ما أمر؟ هذا عبد الله ابن أحمد بن حنبل إمام الحنابلة، رجل يرجع إليه شطر كبير من المسلمين. شلون تلعن؟ قال الله يلعن في القرآن. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يحتاج أحد يقول لك النبي صريح في الصحاح إجماع المسلمين المدينة حرمي فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما خلى شيء للظروف. النبي وضح كل الأمور وجعل هذا السبيل واضحا جليا. ووالله إن هتك المدينة وما جرى فيها ليس أعظم من قطرة من دم المسلمين، لأنه دم رسول الله. مسلمين كلهم يقول حسين مني، حسين ريحانتي، الحسين سيد شباب أهل الجنة، وهذا اخترق كل الحدود والحرمات وأمر بقتل الحسين. خذ البيعة من الناس عامة ومن الحسين خاصة، فإن أبى فاضرب عنقه. من الذي أرسل شياطينه إلى الحسين إلى مكة أن اقتل الحسين ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة؟ روايات المسلمين، هذا تاريخ المسلمين. لا كذبة والكذبة وصدقوا. يا كذبة قال لك هذول شيء يعتقد عجيب والله. شلون شيء تقرأ في دعوه وقتلوه؟ وهذا التاريخ خسارة. الذين دعوه جميع بل جل شرائح المجتمع الكوفي، ومنهم شيعة، لكن وين شيعة بكربلاء؟ ما تلاقي. قال لك شمر من شيعته. عجيب يعني انت تكذب كذبه شوي تصدق كذب شوي. قال لك ها شمر جاهد مع امير المؤمنين عليه، جاب لهم كذبه ثانيه.
ونسي أو تناسى أن أمير المؤمنين عليه السلام خليفة المسلمين عندهم. لاحظ؟ وأمير المؤمنين من استلم سدة الحكم مو بس أخذ الحكم هالشكل، يعني الحكم أكو فيه ملازمات. حكم من ضمن ملازمات الجيش الخلافي، جيش المسلمين الرسمي اللي يستلم رواتب. وفي جيش المسلمين وجيش المسلمين متوزع من ضمنهم 100,000 سيف. وين؟ في الكوفة. 100,000 سيف هذ كلهم شيعة؟ لا، مو شيعة. شيعة شلون؟ هم يصلون التراويح ما يقبلون من أمير المؤمنين كلمة وسنة فلان في الكوفة في حكم أمير المؤمنين. وإنما يقدر شيعته من 4,000 إلى 30,000 من 100,000. وين هم تسأل؟ روح اسأل الحسين بن عمر الذي جعل سجون الكوفة تغص بأهلها. أقل رقم موجود 4,000 سجين من أنصار الحسين عليه السلام، هذول اللي كانوا سينصرونه. أول حركة سواها عبيد الله بن زياد أن اعتقل هؤلاء كلهم أو دعوهم يدخلوا البيت عنوة ويأخذوا يذبوا في السجن. هم المختار كان ميثم كان مسؤول، مجموعة كبيرة. زين، منين ذولا شيعته اللي اجى؟ شلون شيعته؟ ممن اتى الى كربلاء؟ من خاطب الحسين وارسل الحسين لكن اغراهم عبيد الله بن زياد، لكن ما هم شيعته. ولهذا خاطبهم شنو الحسين؟ قال يا شيعتنا ارجعوا. ها؟ قال لهم يا شيعة علي، يا شيعة آل البيت، يا شيعة آل أبي سفيان. هم في الجيش الخلافي لكن هواهم وين؟ هواهم ويا الله ويا يزيد. ليش تكذب على الناس؟ إنهم دعونا لينصرونا، ما قال إن هؤلاء الشيعة. جيب لي ناس. كل النصوص تنفي ذلك. حتى لما التقى بالفرزدق قال لقلوبهم معك وسيوفهم عليك. ما هم شيعتك. لو شيعتك قلوبهم وسيوفهم شنو؟ وياك. ما طلع إلا ومسلم يجر في الأسواق. وهاني يجر في الأسواق. وأي شيعة تعلم أن هذا مسلم مو مسلمين، هؤلاء كفار، كفرهم بواح، لا يحتاج إلى زين مراجعة أي دليل. خرجوا على ابن رسول الله، سموا إمامهم ابن رسول الله. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه شنو؟ جهنم. هذا ابن رسول الله. يقولون فوالله ما في المشرق ولا في المغرب ابن بنت نبي غير، ما لا فيكم ولا في غيركم. سألوا جابر بن عبد الله الأنصاري، سألوا زيد بن أرقم، سألوا أنس بن مالك، يخبركم أنهم سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلب الحقائق وتغيير الواقع هذا من دأب الفاسدين. ويريد يتعلق بيزيد، تعلق به بس لا تكذب، اعبده لكن لا تكذب. ليش تختلق الأقوال على لسان أهل البيت عليهم السلام؟ الشيعة قتلوا قاموا يلطمون، والله عجيب. الذي بكى ولطم هو رسول الله قبل أن يقتل، الذي حزن عليه وأقام عليه المأتم في مسجده هو رسول الله. أنت زين، هي شنشنة في قلبك وحسيك، ما تحب القسم، وحاشا المسلمين. هذا ابن أحمد ابن حنبل يلعنه، ابن تيمية الحراني موقفه غير موقف هؤلاء الذين يتبعون. أحد يشك في سلامة دين الحسين فيقول أنه خرج على إمام زمانه؟ الله أكبر. وكأنك تنظر هؤلاء في معسكر ابن زياد وابن سعد أمام الحسين، كأنك تنظر إليه، لأنه ما يقولها واحد مسلم، هو حاشا المسلم من ذلك، فضلاً عن المؤمن، ما يقولها مؤمن. أن دولة شيعته وقاعد، شلون شيعته وقاتلوا؟ تعلمني، فهمني. تقول يعني هذول كانوا شيعة وأنا كثوثة؟ ليسوا شيعة. وأي شيعة، أي شيعي يقف في وجه إمامه؟ لا، مو مسألة حرام، لا تعدت مسألة الحرام، تجاوزها. ولهذا يقول الحسين عليه السلام: وقد رفع شيبته بيده والكف الأخرى إلى السماء، ابن ساعة قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم ترعى قرابتي من رسول الله، سلط الله عليك من يذبحك على فراشك. الله لا تهنأ لا بالري ولا بجرجع. لبالك يعني تؤلم القلوب وتنجو؟ لا والله ما تنجو. كيف تنجو وقد قتلت فلذات قلب رسول الله؟ وهو يرى ابنه عليا الأكبر وقد برز إلى الميدان. يقيه بنفسه، فخرج قلب الحسين معه. كل مرة ينتظر على التل يشاهد حملات ونزلات، لكن هالمرة وين راح أبو علي؟ مكسور مكسور الحسين، وزينب خايفة على الحسين. شوف وين تروح وراك لحظة، وإذا بي يدخل إلى خيمة الأكبر ويضرب عمودها بيده، يكسر العمود ثم يتمدد في الخيمة وهو ينادي: وولدا وعليا وقد خاض الشباب غمرات الحار صارخا فيهم مرتجزا: أنا علي بن الحسين ابن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا
أضربكم بالسيف حتى ينثني، أطعنكم بالرمح حتى يلتوي، يا حي لا الهاشم أو مضرها، وبدر سعود عدنان وفخرها، سدر للكون والراية نشرها، وجف الشوز وهزم العسكر. عظم الله أجوركم، صاروا يفرون بين يديه، تموج الخيل من يجبل عليه، جن الخيل أبو الحسنين بيها، ذب هذا وروا هذا لديها، مساميها ورمحا يلحق الفار، ضجوا من كثرة القتلى، لا ترى إلا رؤوسا طائرة أو أكفا متناثرة. يقول حميد بن مسلم: وإذا بمرة بن منقذ العبد ينادي أن عليه آثام العرب، لئن مر به هذا الشباب ليثقلن أباه به. الحسين في الخيمة وإذا بالرداء: أدركني يا حسين. شلون وصل إلى الحسين؟ وصل إليه وقد اجتمعوا عليه، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يجرحه بخنجره، فرمى بنفسه عليه على الدنيا. قعد عنده شافه مغمض العين، متواصل طبور والراس نص، ويلي بدم السابح متربع الخدين بجي. ومن شبحت لعند الموت، من العشرين ما وصل للسنين، حتى افني عليك الظهر لك شار. يا اهل الخيام جاكم علي يا خيام جاكم علي قوله، آخ يا أهل الخيام جاكم علي قوله، شوفوا على صدر جنازته قوله، يا أهل جاكم علي العين. يا ولي من الخدر عماد شاف العالي مرمي ويجر ومن الطابور ما تنحصي جراحة، زينب تصور
اليد المذهولة أهل الخيام جاكم علي قمولة أهل الخيام جاكم علي قمولة أخ وتصيح جسمي ابني علي ومن مات من أهل هذا الجمع ومن لا ذاكر له من المؤمنين لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.